الوقوف أكثر عند هذه الدعوة، ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل الصحفي أحمد ماهر. السلام عليكم، مساك الله بالخير. وعليكم السلام، أسعد الله مساك وعلى كافة مشاهدين القناة. حياك الله. بداية، ما تعليقك حول دعوة المجلس الانتقالي للأطراف والمكونات الجنوبية للحوار؟ طبعا أي دعوة للحوار فسوف يؤيدها الجميع، ولكن عندما يدعو المجلس الانتقالي للحوار في إطار الأعمال التي يدشنها في عدن وفي المحافظات الجنوبية المحررة الأخرى والصراعات القائمة في عدن من قتل ونهب وتدمير للمؤسسات العامة، فلا يمكن أن يقبل أحد الحوار في إطار أعمال المجلس الانتقالي الذي يقوم بها في عدن. فإذا كان المجلس صادق في دعوته للحوار فعليه أولا أن يتحاور مع الموجودين في عدن ويتحاور مع أبناء أبين وشبوه المجاورة إلى عدن الذين يعانون من المجلس الانتقالي، وعليه أيضا أن يوقف إعلامه الرسمي الذي ينتقد ويحرض أبناء أبين وأبناء شبوة وأبناء المحافظات المحررة الغير تابعة للمجلس الانتقالي والذي لا يوجد فيها أي أفراد تابعين له، لأنه لا يمكن أن يدخل في حوار جنوبي وهو يحرض ضد القوات الجنوبية الأخرى ويصف القوات الجنوبية الأخرى بأنها قوات إرهابية وبأنها هذه الأشياء تتناقض مع الحوار الذي يدعي أنه يمثله. وأيضا كيف عليه أن يدشن حوار جنوبي هو يضع الشروط ويضع الأشياء التي تمنع أي جهة أو أي حزب سياسي أو كيان جنوبي أن ينضم لهذا الحوار، لأنه يريد الحوار تحت مظلات المجلس الانتقالي. نعم. أن يكون كافة المؤسسات والأحزاب والكيانات الجنوبية كلها تتحاور في إطار المجلس الانتقالي، يعني حوار مع نفسه وليس مع باقي الأطراف. نعم. إذا كان كاد فيكون الحوار شامل للجنوبيين ولا يكون حوار تحت إطار المجلس الانتقالي، لأن ذلك لا يسمى حوار مع الأطراف الجنوبية الأخرى، لأنه يسمى حوار ذاتي بين المجلس الانتقالي وبين المؤسسات التابعة له. نعم، قبل قليل وأنت تتحدث شاهدت عبر الشاشة، شاهدت في الشاشة لقاء حيدر أبو بكر عطاس مع قناة العربية، وكيف قوبل هذا الحوار وما قاله بهجوم من قبل أتباع المجلس الانتقالي، كيف ترى ذلك؟ بالنسبة لخطاب الأستاذ حيدر العطاس، هو سياسي قدير وعاصر دولة الجنوب وكان أحد قياداتها، وهو يعلم ماذا حدث في أيام دولة الجنوب وكيف كان تاريخها الدموي المناطقي العنصري والصراعات والحروب التي كان في زمنها، ويعلم ما أثر ذلك على الوضع الحالي الذي يحدث الآن في عدن وفي المحافظات المحررة والدعوات التي على أساسها قام المجلس الانتقالي أو الحوارات القادمة، بأنها لا تخلو من النعرات المناطقية ولا تخلو قرارات المجلس الانتقالي من الصفة العنصرية التي تصف بها قيادة المجلس الانتقالي. لذلك يرى العطاس ويرى بعض الجنوبيين من قيادة الأحزاب السياسية ويرى أكثر الجنوبيين من المواطنين أن مثل هذه الدعوات للحوار فاشلة، وأن القرارات التي يصدرها المجلس الانتقالي لا تلبي طموحات الناس في الجنوب ويراها متناقضة مع نفسها. فكيف لمكون يمتلك القوة ويدعو الناس إلى الحوار وهو في عدن لم يتحاور مع أحد ويدشن الاعتقالات ويدشن أيضا نهب المنازل والبيوت وهذه الأشياء كلها الذي لا تتصف أيضا بالحوار، بل يتصف بالنعرات السابقة التي كان موجودة في أيام دولة الجنوب السابقة. نعم، هناك من يقول بأنه الدعوة هذه ليس إلا إضفاء لشرعية المجلس الانتقالي بعد أن رأى حاضنته الشعبية تقل. المجلس الانتقالي كان لديه حاضنة شعبية في المناطق المسيطرة عليها، ممثلة في عدن وممثلة بأجزاء من محافظة اللحج وأجزاء من محافظة الضالع. لا يمتلك حاضنة شعبية في محافظة كاملة في عدن أو حتى في الضالع نفسها، لا يمتلك حاضنة كاملة، ولكن لأنه مسيطر في قوة السلاح في عدن فيمتلك جزئية، لأنه إلى حد الآن المجلس الانتقالي رافض حضور أي مكون جنوبي للعمل في العاصمة المؤقتة عدن، لأنه يريد أن تكون المكونات الجنوبية أو المكونات الأخرى كلها خاضعة له وكلها تابعة له. بهذا انسحب الجميع من عدن،
أما بالنسبة للحاضنة الشعبية المية الاستقلال، إذا كان يثق أن لديه حاضنة شعبية في عدن فعليه أن يسمح بحرية الرأي والتعبير، ويسمح لباقي المكونات الجنوبية والمواطنين في عدن التعبير عن رأيهم وعن التظاهر السلمي والتعبير عن اختياراتهم. ففي ذلك الوقت سوف نرى أن المواطنين مع مشروع المجلس الانتقالي أو مع المشاريع القرى التي تدعم الدولة اليمنية الاتحادية. نعم. طيب أستاذ أحمد، هناك من يقول بأنه هذه الدعوة للحوار تمت أيضا بعد تعيين مبعوث جديد، وأنه تأتي حتى يكون المجلس قوي بمكونات أخرى للذهاب إلى مفاوضات مع العديد من الجهات، كيف تنظر إلى هذا الموضوع تحديدا؟ بالنسبة للمجلس الانتقالي فقد فقد حاضنته الشعبية بعد أن تخلى عن المبادئ الذي اتخذها منذ بداية ظهور المجلس الانتقالي. والأحزاب والمكونات السياسية مختلفة كليا مع المجلس الانتقالي، لأنه سرى أهدافه ومبادئه الغير متفقة مع أعماله في أرض الواقع في عدن وفي أبين، وتحريضه على الجنوبيين في محافظة شبوة وزيئون وباقي المحافظات الجنوبية الأخرى. أما مجلس الانتقالي من الصعب عليها الاعتماد على باقي المكونات الجنوبية، لأنه لم يسمح لها حتى بالظهور أو بالعمل في عدن، فلا يمكن أن يثق به أي مكون جنوبي أو يقف في ظهره أي مكون جنوبي، لأن الأهداف. طيب دعني أقف معك عند نقطة محددة، هل هناك على حسب كلامك الآن، هل هناك أي نوع من إبداء حسن النية أبداها قام بها المجلس الانتقالي قبل الدعوة للحوار؟ كرر السؤال لو سمحت. قلت بأنه يعني أنت تقول بأنه القوى ليست في توافق كامل، المكونات مع الجنوبية ليست في توافق كامل مع المجلس الانتقالي، وأنه تعاني عدن تعاني، وأنه في هناك في الإعلام أيضا هجمة شرسة كما تحدثت قبل قليل، هل هناك أي نوع من حسن النوايا إن صحت الكلمة يبديها المجلس الانتقالي إذا أراد أن يهيئ المناخ لحوار مع هذه الكيانات الجنوبية؟ أولا عليه أن يفتح أبواب عدن أمام القيادات الجنوبية التي لا تستطيع الدخول لها. لا يمكن أن يبني حوار ولا زالت قواته في محافظة أبين، ولا زال يحرض على محافظة شبوة، ولا زال يريد أن يشعل نار القتال في محافظة سيئون، حرق منزل أيضا قائد عسكري، هناك حرق أيضا لمنزل قائد عسكري ومنع الإطفاء منه يطفئ أيضا التصرفات التي يقوم فيها في عدن، وأيضا من ضمن ما ذكرته هو إحراق منزل العميد أمجد خالد فادلو النغل أحد قيادات المقاومة في عدن بحرب 2015، وأيضا اقتحام منازل المواطنين في عدن ومداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية. كل هذه الأشياء لا تتفق مع مبدأ الحوار الذي أعلن عنه المجلس الانتقالي. فإذا أراد أولا الحوار عليه الإفراج عن المساجين ظلما وتعسفا في سجون المجلس الانتقالي في عدن وفي لحج، هذه إذا أراد أولا الحوار. فلا يمكن أن ندعو الحوار ولا زال السجون تمتلئ بالأشخاص والمساجين المظلومين الذين لا يوجد عليهم أي قضايا جنائية بمجرد الاشتباه أو بمجرد أهداف سياسية أخرى تم سجنهم. هذه إذا كان يريد الحوار فعليه أولا الإفراج عن المساجين وإيقاف التصرفات التعسفية الاستفزازية بحق الأبناء الجنوب الموجودين في عدن من الأفراد العسكر ومن أيضا القيادة السياسية والإعلامية إذا كان صادق في دعوته. نعم. هذه الدعوة هل هي أول دعوة أم سبقتها دعوة سابقة؟ كان هناك دعوة سابقة قبل عامين لدعوة الحوار، ولم يشارك به أي أحزاب أو كيانات سياسية، بل اتجه المجلس الانتقالي للقاء بعض القيادات الموجودة في الخارج والتقاط معهم بعض الصور، ولكن في أرض الواقع لم نجد أي أشياء نلتمسها المواطنين أو هناك مخرجات لهذه الاجتماع واللقاءات، غير أن مجموعة صور وبيانات خالية من أي أهداف أو أي مخرجات لهذه الاجتماعات، لأن الكيانات السياسية الأخرى لا تتفق مع سياسة المجلس الانتقالي ولا تؤيد التصرفات الذي يقوم بها بالعاصمة المؤقتة عدن أو الدعوات الذي يدشنها في المحافظات الجنوبية الأخرى، لأن معظم الكيانات الجنوبية لها أهداف ورؤية لا تتفق مع تصرفات وقرارات المجلس الانتقالي. نعم. وما تراه من عدن من دمار ونهب للمؤسسات العامة والأراضي، كل هذه الأشياء يدينها الجميع ولا يتفق مع المجلس الانتقالي بها.
نعم. طيب الحوار الجلوس على مائدة واحدة على طاولة واحدة يمكن أن يوجد حل لكل هذه الإشكالات؟ أنت سوف تتحاور الذي يريد الحوار، لكن كيف لشخص يدعي أنه يريد الحوار وهو يمنعك من العودة للعاصمة المؤقتة عدن، يمنع مكاتبك من العمل للعاصمة المؤقتة عدن، يمنع المواطنين من الخروج والتظاهر والتعبير عن رأيهم السلمي في العاصمة المؤقتة عدن؟ المجلس الانتقالي لا يريد في عدن إلا صوت واحد يتبع المجلس، ولا يريد أي أصوات أخرى تختلف معه. فمثل هذه السياسة في الحكم لا يمكن أن تتفق مع الأصوات الأخرى أو تتفق مع القيادات التي تريد أن تتحاور معها. فإذا كان صادق المجلس الانتقالي في الحوار فعليه أن يفسح المجال للآخرين من العمل في العاصمة المؤقتة عدن ومن التعبير عن رأيهم، بعد ذلك سوف يكون أي دعوة للحوار صادقة. أما وما زالت السجون موجودة في عدن ممتلئة، وما زالت تصرفات الاستاذية القيادات الجنوبية المؤيدة للشرعية في عدن، فلا يمكن أن يكون دعوة صادقة للحوار، وما زالت هذه الأشياء والأخطاء تحدث في عدن على مرأى ومسمع. نعم، حتى أنه لم ينفذ، يعني هناك من يقول كيف يبدأ الحوار وتم حوار وتم اتفاق الرياض، ورغم ذلك لم تنفذ محاور هذا الاتفاق، اتفاق الرياض. المجلس الانتقالي دخل اتفاق الرياض وله هدف واحد، وهو دخوله في الحكومة الشرعية، ولم يكن له أي هدف آخر. لذلك هو لم ينفذ أي بند من بنود اتفاق الرياض بعد إعلان تشكيل الحكومة، لأنه كان منذ البداية لديه أهداف سياسية واضحة. أما خروج معسكراته من عدن أو دخول اللواء السياسية أو باقي بنود اتفاق الرياض، لأنه غير مقتنع بها. نعم. لأنه سؤال دخل الاتفاق سؤال الرياض سؤال أخير لدخول الحكومة. سؤال أخير زميلي أحمد ماهر، سؤال لعله سؤال مركب الآن حاليا، هل معنى ذلك أن هذا الحوار فشل كسابقي كما تحدث بأنه كان هناك دعوة لحوار السابق، هل معنى هذا أن الدعوة للحوار فشلت، وما هي السيناريوهات المحتملة فيما إذا فشل أو نجح هذه الدعوة للحوار؟ الحوار الذي دعا المجلس فشل قبل أن يبدأ، لأنه أعطى دعوة وفرض شروط على الكيانات الجنوبية الأخرى، لذلك أكثر الكيانات لم تقبل ورفضت الحوار رفضا باتا. لذلك نقول أنه فشل لأنه لم يجد أي حاضنة سياسية أو مجتمعية مؤيدة لمثل هذه الدعوات، لأنه لا يمكن أن يدعوك أحد للحوار يفرض عليك شروط قبل أن تأتي. فمثل هذه الحوارات أو اللقاءات المشروطة لا تجد أي قبول في الكيانات السياسية وحتى في الشارع الجنوبي. إذن شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي أحمد ماهر، تحدث إلينا حول دعوة المجلس الانتقالي للحوار مع الأطراف والكيانات الجنوبية. شكرا جزيلا لك.